عينو أسردون أو هذه المعلمة التاريخية التي تميز مدينة بني ملال. هذا القصر شيد حسب الرواية الشفهية من طرف سكان القبيلة بني ملال، أو كما يقول البعض أي ملال، شيدت من أجل المقاومة في مطلع القرن العشرين. وحسب الرواية ذاتها فإنه تم تشكيل سلسلة بشرية تزود يعني العمال بالأحجار من أجل تشييد هذا القصر كحصنا للجنود الذين يحمون القبيلة في فترات السيبة. وكما تشاهدون يعني تمت يعني هذا يعني تهيئة هذا الفضاء ليصبح معلمة سياحية بامتياز. ومن بين ما أنجز هذا الفضاء فضاء المقهى من أجل راحة الزوار، منظر رائع يقصده الزوار المغاربة والأجانب. وسترافقنا لنشاهد بداخل هذا القصر معرض ورواق يعرض تاريخ وتمازج بين تاريخ وطبيعة المنطقة. من خلف في هذا الرواق وهذا الفضاء الذي يعرض مجموعة من اللوحات التي تستحضر تاريخ وتمازج بين تاريخ وطبيعة المنطقة من خلال مجموعة من الرسومات التي تحكي لنا ما قبل وما بعد وجود هذه المعلمة التاريخية. هو فضاء للذاكرة يمزج بين ماضي وحاضر ومستقبل أهل هذا المكان. قصر عين سردون ليست فقط في نظرته البانورامية صوب سهل تادا، وإنما أيضا في تمازج بين غناه الطبيعي وثرواته المائية، ولكن بين عمقه التخافي أيضا والروح والحضاري، ما يجعل الزوار يرتاحون في هذا المكان ويقصدونه من كل مكان. فتعالوا لتستمتعوا بأجواء الليلية الرائعة مباشرة من عروس الأطلس مدينة بني ملال.